اقتحموا شقته فوجدوا دمى مرعبة، ليتضح أنها جثث فتيات محنطة محشوة بصناديق الموسيقى. من مؤرخ خبير إلى مريض نفسي يلقب بسيد المومياوات، قصتنا تعود إلى الروسي أناتولي موسكفين، وهو أحد الشخصيات المعروفة في مدينة نيجني نوفغورد، خامس أكبر مدينة في روسيا. خبرة أناتولي بالتاريخ والقبور لم تأتي برغبته، إنما لحادثة صادمة تعرض لها. ففي عمر 13 عاماً أوقفه فجأة رجال ببدلات سوداء وهو بطريقه إلى منزله وسحبوه إلى جنازة، وهناك أرغموه بالزواج من جثة طفلة عمرها 11 عاماً وجعلوه يقبلها لكي لا تموت دون محب. هذه الصدمة المرعبة حولت أناتولي إلى مؤرخ ومفتون بالقبور طيلة 30 عاماً، حيث حصل على درجة متقدمة في دراسات الجامعية لثقافة الخطوط الفاصلة بين الحياة والموت، كما أتقن 13 لغة وظفها بنشر الأبحاث العلمية متجولاً من قبر إلى آخر. لكن الصدمة يا سادة بدأت عام 2009 حينما بدأ بتدنيس واقتحام القبور وسرقة الجثث، وبعد عامين وجد بالجرم المشهود يقف عند قبور المسلمين في المدينة وألقي القبض عليه. وحينما تم اقتحام شقته وجدت السلطات 29 دمية بشرية لفتيات بين 3 سنوات و25 عاماً. ارتدى البعض منها أحذية والآخر كان يضع مكياجاً كاملاً ومغطاة بالقماش الملون والشفاف، والمصيبة أنه قام بحشو الجثث بصناديق موسيقى أوتوماتيكية مثل الدمى التقليدية بالإضافة لألعاب وصور، ليشخص أناتولي موسكوفين بمرض انفصام الشخصية وحكم عليه بالسجن المؤبد في جناح للأمراض النفسية.